وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن من ولاية كنتاكي الأمريكية دكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية. دكتور إحسان، أهلا بك. ومع تكرار فشل المجلس في تمرير مشروع قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، برأيك كيف يمكن تفادي فيتو أمريكي يحول كل مرة بين وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وبين الرغبة الدولية؟ تحياتي أولا، شكرا للاستضافة. الموضوع المجلس الأمن لم يفشل، الذي أفشله الولايات المتحدة. العالم يريد وقف إطلاق النار. تصور، هناك 15 عضو في مجلس الأمن، 5 دائمين، وهناك كان امتناع عن تصويت من بريطانيا، ولكن كلهم مع هذا، إلا الولايات المتحدة استخدمت الفيتو، عارضت، قالت لا. العالم كله يريد وقف اطلاق النار. العالم يعرف ان هناك حرب اباده. محكمه العدل الدوليه قالت هناك اباده، وهناك امور مطلوبه من اسرائيل. اسرائيل لا تكترث. العالم العربي، العالم الاسلامي يفعل كل ما يستطيعه، يحاول بعض تغيير الموضوع، جعله موضوع دوله عربيه هنا او هناك، او حتى دوله غير عربيه هنا او هناك. الموضوع هو امريكي، هذه حرب امريكيه بامتياز على الشعب الفلسطيني. الامريكي يعرف تماما ما يفعل الاسرائيلي، وللاسف يعني يستخدم الطعام كاداه حرب ضد الشعب الفلسطيني. امريكا هي جزء من المشكله، امريكا شريكه في هذه الجريمه للاسف. يعني هناك تاريخ من دعم امريكا لاسرائيل، ولكن لم يكن في اي وقت مضى هو حرب اباده، وامريكا تدعم حرب الاباده بهذا الشكل. نعم. لا جديد في الفيتو، يعني عمليا اذا تنظر الى تاريخ امريكا بالفيتو بالامم المتحده، الاغلبيه الساحقه من استخدام الفيتوات هو لمصلحه اسرائيل. يعني سالوا عرفات مره عن فيتو فقال لهم هي اول مره، يعني صحيح، يعني عشرات المرات، ولا جديد في ذلك. نعم. دكتور إحسان، يعني بعدما تحدثنا عن الولايات المتحدة الأمريكية دائما ما تستخدم حق النقد الفيتو، هذه المرة أمام المجموعة العربية، إذا ما الذي يجب على المجموعة العربية أن تقوم به بعد هذا الفيتو وبعد وقف هذا المشروع للقرار؟ المجموعة العربية، الإمارات قبل الجزائر، المجهود العربي، العملية الدبلوماسية، اللقاءات مع الأمريكيين، الموقف العربي واضح، يعني يريد وقف إطلاق النار البارحة لا اليوم، ويريد حل دولتين، ويضع أمريكا أمام الأمر الواقع. يا جماعة، أنتم تتكلموا عن حل دولتين، تتكلموا عن السلام، ولكن موقفكم يعني معادل السلام. ما أنتم تتكلموا عن المدنيين، يعني في يوم من يومين قالت أمريكا سترسل أسلحة جديدة إلى إسرائيل. سألتني عن موضوع ماذا تقبل أمريكا في مجلس الأمن، تقبل ما تقبله إسرائيل. إسرائيل لا تريد وقف إطلاق النار، إسرائيل تريد إخراج الرهائن المحتجزين وإبادة حماس والقضاء على قطاع غزة، وإذا أمكن ترحيل الفلسطينيين، ولكن فشلوا في ذلك بسبب الموقف المصري أكيد، والصمود المقاومة والشعب. ولكن ما زالت هذه الحكومة المتطرفة. يعني تصور، سموتريتش كتبت جريدة اليوم أن سموتريتش قال هدف العملية، ورغم كل الأكاذيب الإسرائيلية عن الرهائن، قال لا، ليس إخراج الرهائن أهم هدف من العملية العسكرية. صحيح. يعني هم يعترفون أن ليس الهدف الرهائن، هو الهدف تدمير القطاع، تهجير الشعب الفلسطيني من غزة، والقضاء على حماس، يعني القضاء على غزة والشعب الفلسطيني في غزة باسم القضاء على حماس. صحيح. صحيح. الأمريكي يكذب، الأمريكي متورط في هذه العملية للأسف. والدليل، ما انظر ماذا يحصل في الضفه الغربيه، حتى الايكونومست الذي ليس مجله ليس متعاطف مع الفلسطينيين، قالت ان اسرائيل تخنق الضفه الغربيه اقتصاديا. هناك خنق، اسرائيل ومعها امريكا يحاربون السلطه الفلسطينيه. اين المال الفلسطيني الذي تجمعه اسرائيل؟ هل ذهب الى هناك انهيار في الضفه الغربيه؟ يقولون اعاده تاهيل السلطه الفلسطينيه، كيف يعاد تاهيلها وانتم تحرمون من المال وتحرجوا محمود عباس بكل الاشكال؟ واسرائيل لا تريد محمود عباس ولا تريد حماس. اذا ماذا تريد؟ إذا ماذا تريد؟ هذا هو السؤال، ونتمنى أن يأتي اليوم الذي يعني لا تستطيع فيه أمريكا أن تستخدم حق النقد الفيتو. دكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا من ولاية كنتاكي بأمريكا، شكرا لك.